صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى الفرج، وإلى ولي أمر المسلمين وإلى جميع الفقهاء والمؤمنين والمؤمنات ذكرى هذه الأعياد المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من ذكر الحياة البشرية وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، هناك خطان وهناك منهجان لا يتوقفون عن العراق والحراك، حزب باسم حزب الله وحزب باسم حزب الشيطان، عبودية لله وعبودية للطاغوت من آدم إلى قيام يوم الدين. هذه معركة. رب العالمين عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة، كتب على هذا الخليفة وعلى هذا الإنسان حتى يصل إلى تلك المقامات العالية، كتب عليه أن يعيش في هذه الدنيا ويعيش في مكارهها ومعاركها وحرب مع جنود الشيطان، سواء كانت شياطين الجن أم شياطين الإنس، العدو الخارجي أو العدو الداخلي. هي معركة لابد للإنسان أن يستوعبها، وكل معركة لها غيبتها، وكل معركة لها ركابها وشهداءها وجرحاها ومصابيها ومعلوليها. هذه هي طبيعة المعارك وطبيعة الحروب. أن يطلب الإنسان أن يعيش في عافية كما يدعي البعض ويقول ما لي وما لهذه الأمور، دعني أن أعيش في بيتي بعيدا عن كل المصائب والمشاكل فلن يصيب بشيء. نعم قد تعافى، قد تعافى، ولكن من قال أنك لن تقف أمام الله سبحانه وتعالى؟ وذلك لأنك لم تؤدي تكليفك. الإنسان ما دام هو في هذه الدنيا فهو مكلف، فهو مطلوب منه أن يؤدي تكليف ربه. ليس الدين، ليس الإسلام أن تصلي وتصوم وتزكي فقط، ليس الإسلام هي عبادات فردية. ما جاء الدين الإسلامي ليقول أن كل شخص له أحكامه الفردية ومقام. لا، عندما ندقق في الآيات القرآنية وعندما ندقق في روايات الأئمة عليهم السلام وهذه الرسائل العملية يوجد فيها شيء يسمى الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حقوق العباد، حقوق البشر وأمثال ذلك. بل كما يعبر الإمام الخميني رحمة الله عليه ونحن نعيش ذكرى رحيلة، أن المدقق في الآيات القرآنية وفي الآيات، المدقق في الدين الإسلامي لا يسعه إلا أن يصل إلى هذه النتيجة الواضحة، وأن الدين الإسلامي جاء ليحكم. الدين الإسلامي دون دين حاكمية، دين جاء لكي يحكم البشر. كل دساتيره إذا ضممنا بعضها إلى الآخر، فالدين جاء ليحكم، لا أن يأتي غيره فيحكم البشر. كل المصائب التي حلت على البشرية وسوف تحل، كل الدمار الذي نجده من شرق الأرض إلى غربها، كله سببه أن الدين الإسلامي ليس هو الحاكم،
وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا فسد الزمان ساء اللئام، وإذا ساء اللئام اضطهد الكرام. امروا إنما يمسكر ويجثو على صدورنا وصدور كل البشرية. هذا الذي عبر عنه الإمام الخميني بالشيطان الأكبر. انظروا ماذا حدث للبشرية وماذا يحدث. انظروا إلى أفغانستان، إلى العراق، وقبل في الشيشان والبوسنة والهرسك، وفي لبنان، وفي فلسطين، وفي بلادنا، وفي سائر البلدان. هذا الشيطان الأكبر عندما يكون هو القطب لا يريد إلا أن يكون ربا، أنا ربكم الأعلى. هذا لسان حالهم. انظروا إلى البشرية وإلى أين وصلت. لابد للإنسان المسلم المؤمن، المؤمن بهذا الكتاب السماوي، المؤمن بنبينا محمد، المؤمن بهؤلاء الأبطال الذين قدموا أنفسهم. نحن نتكلم عن أبطال كربلاء، الحسين، زين العابدين، العباس، علي الأكبر. هؤلاء وقفوا أمام ماذا؟ كما قال في زماننا، كانت هناك دولة تسمى دولة بني أمية، كانت تحكم العالم، كانت هي القوة في كل شيء، المال، الجيوش. وقف الإمام الحسين ليقول: لا، هذا غير صحيح. أن يحكمون الدعية تدعي، لا يمكن. أنا ابن رسول الله، أنا ابن أمير المؤمنين، أنا ابن الإسلام. يحكمون هذا الفاسق الفاجر. وكان عدم القبول بمثل هذا الظالم أن يعرف الإمام الحسين أن مجابهته تستدعي شهادته، تستدعي أن يذهب هو وخيرة أهله، أن يساقوا إلى الشهادة وتسقى بسراب. لكن أحلى الإسلام عندما يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: أنا من حسين مني وأنا من حسين. ما الذي أحيا الإسلام غير هذا الدم المبارك في هؤلاء الأبطال؟ لابد من مغفرة. عندما يصل الظلم، عندما يصل القهر، عندما تداس على كل المقدسات، إلى أين وصل؟ ومن أظلم؟ الله ومن تفتش تبحث عن الظلام؟ هذا ظالم، هذا ظالم. أنا أدلكم على أكثرهم ظلما وتجبرا وكبرياء. من ومن أظلم ممن؟ ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يمنع أن يذكر اسم الله. وإن تذكر أطهر البقاع على وجه الأرض المساجد. نحن الآن نجلس في أطهر بقاع الأرض المساجد. هؤلاء لأنهم في حرب دائما مع رب العالمين، فلا يريدون من عباد الله أن ينفسقوا بالله. هم قطاع الطرق، هم قطاع الطرق. ومن أظلم ممن مسجدنا عن مساجد الله أن يذكر فيه اسمه؟ الساعة في خراب المساجد على نحوين. نحن رأينا أحد هذا الخراب، وهو
الله في بيوته وفي عباده وفي قرآنه في صلاته، يحاربون ركوع وسجود الساجدين الراكعين، جاءوا وخربوا بعض المسجد وغيره من المساجد. هذا ظلم، ما هو ظلم؟ هذا نوع من الظلم، ان يؤتى ويحد المسجد، يحد. السعي الاخر لخراب المساجد ان تبقى المساجد بما هي جدران واعمده ونوافذ وإيمان، وتنزع روح المسجد، معنوية المسجد. المسجد من بدء النبي محمد صلى الله عليه وآله وبداية الدعوة كان الراية وكان المنبر الذي يقال الطغاة، كانت الجيوش تخرج من مسجد رسول الله. إمامنا الراحل رحمة الله عليه بدأ ثورته من المسجد، وهكذا تارة يذهب إلى المسجد ويقال له لا تتكلم في الشأن السياسي، لا تتكلم في شأن الأمة، لا تتكلم فيما يرتبط بأمور المسلمين، اقرأ القرآن، فسر القرآن، صلوا، صوموا، اعتكفوا، ولكن لا شأن للمسجد ومن في المسجد بحكومة البلاد. هذا خراب للمسجد، سعي في إخرابها. قد البعض يسعى إلى هذا الإخراب، إلى هذا الإفساد، يسعى إلى هذا الخراب، فالحذر الحذر. المسجد ليس وهذا البناء، هذا معنى ظاهر للمسجد. المسجد له روح، بنى المسجد، أمام بنا هذا المسجد بني. إذا نتكلم عن جدران سقف وحيطان لا يمكن أن يبنى، لكن الذي لا يمكن أن يعود وتكون هي الطامة الكبرى إذا جمل المسجد من دوره، من كلمته، من موقفه، هنا تقع الطامة. ومن أقدم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها. رب العالمين لم يتركه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذه من النبوات، وهذه من الغيب الذي يكون بسما على جراحنا ويثبتنا ويثبت أقدامنا. مثل هذه الآية تبشرنا بشيء، تقف في هذه الآية، ما هو مصير من يسعى في خراب هذه المساجد؟ أولئك عدة إرهابات. أولا، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لا يعيشون الاستقرار في هذه المساجد. أكره بقاع الأرض بالنسبة إلى هؤلاء، أكره بقاع الأرض هي المسجد. يخافون من المسجد، يخافون من كل ما يموت المسجد. لماذا؟ هذا المسجد له وجود، سوف يتجسد لكم يوم القيامة. هذا المسجد الآن الذي تصلون فيه سوف يأتي يوم القيامة ويقول هناك من جاء وعدني، فيأتي إلى الله المسجد من هذا، يأتي إلى الله شاكيا فيقول هناك من عدني، فيقف أمام الله حتى يقتص الله له ممن عدمه الله. وإذا يأتي هذا المسجد فيقول يا ربي هناك من بناني، هناك من أحياني، هناك من ردني من بعدي ما
المسجد له مجلس الصوت. فهؤلاء الذين سعوا إلى إفسار هذا المسجد وإلى دماره، عندما يدخلون المسجد، المسجد يتوعدهم، يهددهم. قد لا تكون اللغة لغة الكلام ولغة الفهم والتفهيم، إنما هي رسالة توصل إلى الجنان وإلى الروح. فأول عذاب يصب عليهم وهم الآن يعيشون أنهم خائفون من هذه المساجد التي تؤرقهم في الدنيا وسوف يلاقون عذابهم في الآخرة. وأيضا الجزاء والعقاب الآخر لهؤلاء، لهم في الدنيا خس. هذا الذي سعى في خراب المسجد له في الدنيا خس، ذلة. لا تتصوروا أبدا أن هذا الفعل الشنيع الذي صدر من هؤلاء الطغاة أنه سوف يعلم، سوف ترون بأم أعينكم. وهذا وعد رباني، ومن أصدق من الله قيلا، وعد من رب العالمين أنكم سوف ترون الخزي. أنتم أيها الطغاة سوف ترون الخزي والعار والذل. ذاك الذي خرج في ليبيا وعبر عن هؤلاء الثوار بأنهم جنان، كان يعبر عن الذين ثاروا ضد الظلم بأنهم جرذان. أين كانت مقتلتها؟ أين؟ في المشاعر كالجرذ. ينبغي لنا أن ننظر إلى هذه الأحداث بظاهرها. انظروا أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الظالم من حيث أخذ ومن حيث بدأ. صدام الذي أعدى ما أعدى من الشعب العراقي، إن لا أحد على نفس المشنقة التي ذهب ضحيتها الآلاف من الشعب العراقي. وهكذا تواليك تواليك، هؤلاء سوف نرى فيهم نفسي، سوف نرى